هو جاب لنا الموافقات. الوقف الشيعي ايضا متورط. والقطاره انفتحت ولحد هذه اللحظه لا محاسبه. احسنت على هذا السؤال. طبعا استاذ نجم احييك على هذا السؤال. انا ذكرت لك قبل قليل انه مجلس المحافظه وصوت بالاجماع، رفعوا ايديهم، خصصوا مبالغ. بالمناسبه احنا الان بالقرب من دائره كهرباء كربلاء، يستطيع الزميل جاسم باكر يروح لدائره الكهرباء ويسالهم. انا بال 2017 من رحت سويت تقرير قالوا مطلوبين 3 مليارات كهرباء، اجور كهرباء موطين. هسه استاذ جاسم اذا يروح يسال ما اعرف ايش قصد، ما سددوا. فمجلس المحافظه هو سوى لهم غطاء وبلط لهم، والحكومه المحليه بلطت لهم، والدوائر الموجوده معنيه هم دعموهم. انا اسال سؤال، اليوم الكل تنصل على القطاره ماكو، زين الشرطه الاتحاديه مسوين ابراج مراقبه وحامين القطاره، شلون يجوب كيفهم؟ انا اليوم اريد اجيب لك استاني، شفتنا صار عندنا شويه مشكله، صار لنا ساعه نخابر عن نجده وما نزل هسه رجت النجده. زين فوج كامل او لواء كامل من الاتحاديه يحمل القطاره ومسوين سيطرات ومسوين جوه حرس وقراج وجبايه وبلديه والزراعه والري، شلون هذول كلهم يدرون؟ كلهم يدرون. انا بدايه الحديث قلت للاستاذ نجم انه الكل متورط والكل تنصل. ليش الكل تنصل؟ من ماتت الناس عرفوا. طبعا هو الرجال مو مذنب، هو الرجال مو مذنب، هو لو من البدايه مانعي وقال لي تفتح ما يفتح، بس هم قالوا له عافيه بارك الله بيك روح احنا وياك ورطوه خلوه يفتح. هو الرجال مذنب. اليوم المذنب من اعطى لحج محسن الموافقه، ومن مد له كهرباء، ومن اعطاه ماء، ومن حوله. اليوم الوقف الشيعي يقولون احنا ما لنا علاقه. انا اعطيك هاي معلومه حصريه، عضو مجلس محافظه كان بكربله ابن مستشار للوقف الشيعي، المستشار في الحكومه المحليه للوقف الشيعي، هو جاب لنا الموافقات. الوقف الشيعي ايضا متورط. زين هاكم موافقات من الوقف الشيعي، المتولي حيدر اعطاك صوره ويا ابو القطاره. هاكم موافقات من الوقف الشيعي الان المرجعيه طلع، يعني كانت هناك موافقات من الوقف الشيعي؟ موافقات شوف الصور انا اديتني كل استاذ نجم منه والفيديوهات، ممثل المرجعيه واقف طاق صور وياه. زين الوقف الشيعي كان من كان مجالس المحافظات، كان ابنه هو مستشار بالوقف الشيعي للحكومه المحليه، هو جاب الموافقات. لعد جاري لهم مي وجاري لهم كهرباء ومطلوبين 3 مليار بدارة الكهرباء، باش روح واسال. زين زين انا اشكرك حيدر. هذا سؤال موجه من استاذ نجم للقائد العام للقوات المسلحه ولوزير الداخليه عثمان الغانمي، من اعطى اوامر بوضع الشرطه الاتحاديه لحمايه المنطقه؟ ايضا حشد موجود. بالمناسبه امن الحشد تتذكر قبل 4 أشهر من دزونا خبر ورحنا صورنا من لقوا اعتدى واسلحه بداخل القطاره، صح ولا لا؟